ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي الشراكه القائمه مع شركه ايني الايطاليه للبترول وما تنفذه من انشطه متعدده في مصر وفقا لاعلى المعايير العالميه. واعرب الرئيس السيسي خلال استقباله وفدا من الشركه برئاسه الرئيس التنفيذي كلاوديو ديسكالزي عن تطلعه لمواصله الشركه نشاطها في مجال البحث والتنقيب والاستكشاف بهدف تحقيق الاستغلال الامثل لموارد مصر في قطاع الطاقه. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من شركة إيني الإيطالية للبترول برئاسة السيد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي للشركة وذلك بحضور المهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس ثمن خلال اللقاء الشراكة القائمة مع شركة إيني الإيطالية وما تنفذه الشركة من أنشطة متعددة في مصر وفق لأعلى المعايير العالميه معربا سيادته عن تطلعه لمواصله الشركه نشاطها في مجال البحث والتنقيب والاستكشاف بهدف تحقيق الاستغلال الامثل لموارد مصر من قطاع الطاقه وموجها سيادته بمواصله التعاون المكثف مع الشركه وتذليل اي عقبات قد تواجه اعمالها من جانبه أعرب رئيس شركة إني عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مؤكدا على ما تمثله مصر من أحد أهم الأسواق لنشاط وعمل الشركة على مستوى العالم في ضوء الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر لسيما في ضوء الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية بتطوير هذا القطاع الحيوي وقد استعرض السيد ديسكالزي تطورات المشروعات المتعدده التي تنفذها الشركه الايطاليه في مصر وذلك بالتعاون القائم بين الشركه والجهات الحكوميه والشركات المصريه المختلفه، خاصه ما يتعلق بانتاج الغاز الطبيعي في مصر وكذا تصدير الغاز المسال بالاعتماد على محطات الاساله في كل من ادكو ودمياط، واللتين تعملان بكامل كفاءتهما حاليا وهو القطاع الذي حققت فيه مصر طفرة كبيرة وأصبح لها مكانة محورية في منطقة البحر المتوسط وذلك في إطار رؤية مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة، كما تم أيضا عرض إسهامات شركة إيني في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة ما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر وذلك في ضوء استضافة مصر لقمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.